رغم الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية العراقية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، إلا أن الوفيات جراء الفيروس في تزايد مستمر في عموم البلاد وفي بغداد على وجه الخصوص. الجهات الصحية في العراق عزت ارتفاع هذه الإصابات والوفيات إلى قلة الوعي وعدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات والتعليمات الرسمية، ومنها التباعد الاجتماعي إلى تطبيق الحظر، وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان. هذه التصريحات رافقتها تحذيرات جدية من ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، الذي أعرب عن مخاوف المنظمة العالمية من تحول العراق إلى بؤرة جديدة للوباء في منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى مواصلة سياسة العزل المبكر لجميع الحالات في مرافق تتوفر فيها إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إضافة إلى استمرار التوعية بين المواطنين. فرقة الإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي والمسؤولة عن دفن المتوفين بسبب فيروس كورونا، خصصت مقبرة وادي السلام الجديدة في محافظة النجف لدفن ضحايا كورونا، حيث أشارت إلى ارتفاع أعداد المتوفين بسبب الوباء إلى أكثر من 100 متوف في غضون أيام معدودات ومن مختلف المحافظات. فقد العزيز ألم لا يشعر به إلا صاحبه، ليقدم هذا الشاب العراقي نصيحة خاص بها الجميع بعد وفاة والده بسبب الفيروس الفتاك. البارحة توفى والدي صباحا بسبب مرض كورونا، وهذا اليوم الثاني من الوفاة، وما أريد أحد يخسر أبوه أو يخسر عزيز عليه مثل ما أنا خسرت، والحمد لله على كل شيء. الحمد لله. أدهش على عدة نقاط. أول نقطة اللي يقول لك أنه مرض كورونا اللي فايت للعراق هو الدرجة الثالثة من الكورونا الحقيقية، هو فيروس غير قاتل ما يأذي كلش، يعني هذا واحد يريد هو يموتك، يريد يقتلك، وأعتقد هاي دعاية طالعة من ناس تريد تأذي العراقيين. يعني الوعي والالتزام لا غيرهما من يمنعان الفيروس من الوصول إليك أو إلى أسرتك، فخطورة المرحلة الحالية تتطلب عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وغير ذلك يعني تحولك إلى ضحية للوباء أو فقدان من تحب إلى الأبد.